اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في الدرس الماضي حول الآيات الأواخر التي في سورة المجادلة أو المجادلة، وذكرنا لكم الكلام على قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وذكرنا لكم شيئا مما يتعلق بهذه الآية، ذكرنا لكم مناسبة آخر هذه الآية لأولها، وأن الله تعالى ختمها بقوله إن الله قوي عزيز، ولم يختمها بقوله إن الله غفور رحيم مثلا، أو إن الله بصير بالعالمين، أو بصير بما تعملون، أو نحو ذلك من النصوص التي قد تختم بها آيات أخرى، إنما ختمها بقوله إن الله قوي عزيز لأجل كأن قائلا قال: طيب الله سيغلب هو ورسله، كيف يغلب؟ فقال: إن الله قوي عزيز. لأن الله قوي وعزيز، هو جل جلاله كتب ليغلبن هو ورسله جل جلاله. ذكرنا لكم شيئا من المسائل المتعلقة بذلك، وكيف أن الله تعالى قوله جل وعلا كتب الله، أي أثبت الله وقضى وحكم. وذكرنا لكم أيضا معنى قوله تعالى لأغلبن أنا ورسلي، وأن هذه الغلبة إما أن تكون بالحجة والبيان، أو أن تكون بالسيف والسنان، وهذا تكلمنا عنه أيضا في الدروس الماضية. ذكرنا لكم أيضا أن على كل إنسان أن يبذل ما يستطيع في سبيل نصرة هذا الدين. صحيح أن الله تعالى قد تكفل بأن ينصر هذا الدين وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لكنه أيضا أمر الرسل وأتباعهم أن يبذلوا شيئا لأجل استحضار هذه الغلبة. مثلا لما يأتي حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه: تقاتلون اليهود فتقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتلوا إلا الغرقد فإنهم شجر اليهود، إلى آخره. لا يعني ذلك أننا نجلس وكل واحد يكبر وسادته ونقول: ما دام الله تعالى سينصر الأمة سينصرها، لماذا أتعب نفسي؟ أو كذلك لما يذكر الله تعالى غلبته على الكافرين والظالمين، أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انتصار هذا الدين، لا يعني أننا نحن لا نبذل شيئا، بل إننا مأمورون أن نبذل ما نستطيع. فهذا الخبر من الله تعالى لا يقتضي منا أن نجلس عن العمل، بل نحن مأمورون بنصرة الدين، كل يبذل ما يستطيع، كما تقدم معنا: من استطاع أن يبذل نصرة هذا الدين يبذل ماله، يبذل جهده، يبذل وقته، يبذل خبرته. إنسان عنده خبرة في الإنترنت، انصر الدين من خلاله، ادعو إلى الله، انفع الدين، اجعل لك بصمات في هذه الأمة. إنسان قال: لا أنا ما أعرف إنترنت، لكن أنا خطي جميل، أنصر الدين من خلال خطك. إنسان قال: أنا أستطيع أن أنصر الدين برفع راية من رايات الجهاد في سبيل الله، أستطيع أن أنصر الدين بجمع الصدقات، أنصر الدين بالقيام على اليتامى والأرامل، أنصر الدين ببناء المساجد. أي بذل تستطيع أن تبذله لأجل أن تنصر هذا الدين فأنت مأمور بذلك. لذلك رب العالمين لن يسأل الأعمى يوم القيامة مثلا: لماذا لم تغض بصرك؟ لأن هذا السؤال لا يرد عليه وهو أعمى. ولن يسأل مثلا الإنسان المشلول شلل رباعي: لماذا لم ترمي الجمرات لما حججت؟ لأنه أصلا عاجز عن ذلك. فالله تعالى لن يسألك عما ليس من قدرتك، إنما سيسألك عما تستطيع تقديمه ومع ذلك قصرت في تقديمه. استعرضنا معكم أيضا شيئا من أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكيف أن الله تعالى كتب ليغلبن هو ورسله، وكيف أن الرسل فعلا انتصروا في النهاية. ذكرنا لكم ما وقع لنوح عليه السلام،
وكيف أنه عليه الصلاة والسلام كانت له الغلبة في آخر المطاف. كذلك تكلمنا عن صالح وكيف أن قومه كانوا مستكبرين متسلطين وكيف أن الله تعالى قد نصره. تكلمنا أيضا عن لوط عليه السلام وعن شعيب وعن موسى وعن محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وكيف أن الله تعالى لما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي فعلا كل هؤلاء الرسل تحقق فيهم أنهم غلبوا، حتى لو لم يكن عند الواحد منهم قوة يستطيع أن يغلب بها إلا أن الله تعالى كتب لهم هذه الغلبة. مثلا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا وقرة أعيننا، جمع الله تعالى له قوة في آخر المطاف، فصار معه عليه الصلاة والسلام جيش يقاتلون والدولة قد أقامها ومدينة يأوي إليها. لكن هناك بعض الرسل ما كان عندهم هذا، شعيب مثلا أعطني الدولة التي كانت عنده، نوح عليه السلام أين الدولة التي كانت عنده، لوط أين الدولة التي كانت عنده، صالح إلى غير ذلك، هود، هؤلاء الأنبياء لم يكن عندهم دول كما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام دولة، فلم يكن الواحد منهم يستطيع أن يبني جيشا وأن يجعل له قادة إلى غير ذلك، لكن النصر جاءهم من الله جل وعلا خالصا متيقنا لهم. لذلك كان نوح عليه السلام مثلا لما أمره الله تعالى ببناء السفينة واصنع الفلك بأعيننا ووحينا جعل يصنع، فكانوا يمرون به ويقولون يا نوح صرت نجارا، ويقولون أحد يصنع سفينة في البر؟ أصلا إذا صنعت السفينة الآن كيف ستنقلها إلى البحر؟ حتى لو أردت أن تستعملها البحر كيف بتنقلها البحر؟ في السابق ما كان عندهم شاحنات وناقلات ويعني أجهزة ربما يستطيعون بها أن ينقلوا هذه السفن من مكان إلى مكان، ومع ذلك كتب الله تعالى له هذه الغلبة بأمور بذلها كان قومه يعني يحتقرونه عليها، لكنه كان موقنا أن النصر من عند الله، وفعلا كان كما وعده الله سبحانه وتعالى. وصلنا عند المسألة الثالثة لما قال الله تعالى إن الله قوي عزيز، وهذه الصفات العظيمة من الله جل وعلا من صفة القوة والعزة والجبروت والملك والخلق والتدبير إلى غير ذلك، هذه صفات ثابتة تثبت لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا هو الأصل في الصفات العلى والأسماء الحسنى، أن الإنسان ما أثبته الله تعالى لنفسه نثبته. أثبت الله تعالى لنفسه صفات مثلا الذاتية كاليد مثلا لما خلقت بيدي، أثبت الوجه ويبقى وجه ربك، إلى غير ذلك من الآيات التي أثبتت الصفات الذاتية لله جل وعلا. هناك صفات خبرية لو لم يخبرنا الله تعالى بها لما علمنا، مثل صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، مثلا صفة النزول، إذا ذهب ثلث الليل إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا عز وجل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها إثبات للصفات الخبرية. هناك صفات سكت عنها، مسكوت عنها، مثل لو جاءك إنسان وسألك عن صفة من الصفات التي لم يرد نفيها ولا إثباتها وهي ليست صفة نقص، مثلا قال لك هل تثبت لله عز وجل صفة كذا، وذكر لك إحدى الصفات التي لم يرد نفيها ولا إثباتها عن الله تعالى، مثلا قال لك أنت تثبت أن الله تعالى يتكلم، تقول نعم أثبت أن الله تعالى يتكلم، لأن الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، من كلم الله، فيعني هذا الرسول كلم الله، وفي الآيات الأخرى أن الله تعالى كلمه. يقول لك طيب تثبت هذا لله؟ تقول نعم، ما دام أن الله تعالى أخبرنا أنه يتكلم فنؤمن بذلك إيمانا جازما أنه يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته. قال لك طيب يتكلم بلسان أم يتكلم بغير لسان؟ تقول تعال هل ورد إثبات صفة اللسان لله تعالى كما ورد إثبات صفة اليد والوجه؟ يقول لك لا، لم يرد إثباتها. طيب هل ورد نفيها
كما ورد نفي النوم عن الله تعالى، نفي السنة وهي مقدمة النوم مثلا، نفي الظلم، يقول لك لم يرد نفيها. إذن في هذا الحال، في هذه الصفات التي هي ليست صفات نقص، فإننا نسكت عنها ونقول الله تعالى أخبرنا أنه يتكلم. كيف يتكلم؟ الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك، والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، فلا ينبغي الكلام عن الكيف ما دام أن الله تعالى لم يخبرنا بذلك. إذن الصفات عندنا يا جماعة ثلاثة أقسام: صفة جاء إثباتها فنثبتها، صفة جاء نفيها فننفيها، صفة ليست صفة نقص لكنه لم يرد إثباتها ولا نفيها. فالحال مع هذه أن ماذا؟ أن نسكت عنها كما سكت الله تعالى عنها. كلم الله موسى تكليما، نؤمن أن الله تعالى كلم موسى كلاما يليق بجلاله وعظمته. كونك تتفلسف وتبدأ تقول طيب كلمه بلسان، كلمه بشفه، كلمه بكذا، نقول لو أخبرنا الله تعالى وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب لأجبناك، لكن ما دام أن الله تعالى سكت إذن نسكت. كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم معه أحمد بن أبي دؤاد في مجلس الخليفة لما تناظر، فقال له الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أنت الآن يا أحمد بن أبي دؤاد تقول إن القرآن مخلوق، إن القرآن ليس كلام الله لكنه مخلوق. قال: نعم. قال: طيب أسألك سؤال، هذه المعلومة التي جئت بها، هذا المعتقد الجديد، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ طبعا هو وضعه بين فكي كماشة، إن قال يعلمه ففيه رد قوي عليه، وإن قال ما يعلمه فهذه مشكلة. ما شاء الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمه أنت علمته، إذن أنت نبي آخر جاءك وحي. فارطر الرجل ما أمامه إلا جواب واحد، أنه يقول ماذا؟ أنه يقول يعلمه هذه المعلومة التي جئت بها أن القرآن مخلوق، هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمها؟ ما في إلا أن يجيب جوابا واحد. قال: نعم علمها. قال: طيب علمها؟ قال: نعم علمها. قال: طيب لما علمها هل بلغها للأمة أم لم يبلغها؟ سكت عنها. برضو هذا وضعه بين فكي كماشة، إن قال بلغها للأمة قال: أعطني الدليل أنه بلغها للأمة، أعطني نص شرعي إما من كتاب أو من سنة، وإن قال ما بلغها جاءت المشكلة الثانية عليه. قال: لا لم يبلغها. قال: يعني سكت عنها؟ قال: نعم سكت عنها. قال: ألا يسعك أن تسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه والله لو كان خيرا لبلغنا إياه، فإن الله تعالى يقول: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك لمصلحة الأمة، لو كان حقيقيا هذا الشيء تأتي أن تتكلم به فأسكته بهذا الشيء. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله ويعني أهل السنة عموما يؤمنون بأن الله تعالى تكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته. هذه نظرة عامة في الصفات العلى لله جل وعلا، لا ينبغي طبعا تكييفها، لا ينبغي تجسيمها. إنسان يأتي ويقول: نعم الله تعالى له يد، ثم يبدأ يستحدث من عنده صفة وكيفية لتلك اليد، نقول: ما يجوز لك أن تستحدث من رأسك صفة. أصلا أنت لما نعطيك معلومة عن صفة من الصفات لا يمكن أبدا أن تعرف كيفيتها إلا بحالين، إلا بأحد طريقين. الطريق الأول إما برؤيتها، أو الطريق الثاني بإخبار من رآها، بخبر من رآها. يتضح الكلام بالمثال، ولعلي يمكن تعرضت له في درس ماضي. لو قلت لك مثلا إن هناك حيوان معين اكتشف في أفريقيا اسمه مثلا كأس، افرض هالحيوان اسمك كأس أو كاسو، يلا اسم الحيوان كاسو، قلت بالله اكتشف، قلت نعم في حيوان في أفريقيا اكتشف اسمه كاسو، ثم سألتك قلت لك كيف يأكل هذا الحيوان، هل تستطيع أن تجيب عليه مباشرة أم يحتاج أن تعرف شيئا قبل الجواب؟ ها، يحتاج أنك تسألني تقول طيب كيف شكل الحيوان،
قلت لك لن أخبرك من صفات هذا الحيوان أنه يأكل، أنا أخبرتك بالصفة، أخبرني بالكيفية. تقول لا يمكن أني أعرف الكيفية إلا بأحد طريقين، إما أن أرى الحيوان فأستطيع أن أتوقع كيف يأكل، أو يخبرني من رآه فيقول إن له خرطوما، إن له فما كبيرا، إن له منقار، فأتوقع كيف يأكل. لكن ما دام أني ما رأيت الحيوان بعيني ولا أخبرني أحد عنه إخبارا تاما حقيقيا ووصفا جازما، كيف أستطيع أن أعرف كيفية صفته؟ فهمت المراد؟ فقلت لك مثلا إن هذا الحيوان له خرطوم، تقول آه إذن أتوقع أنه يأكل مثلا بخرطومه، أنه يأكل بالطريقة الفلانية. ولله جل جلاله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أخبرنا قال: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه: لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك، إلى آخر الآيات التي تثبت الصفات. أخبرنا أن الصفة موجودة لكننا لا نعرف كيفية الصفة، وذلك لأننا نحن لم نرى ربنا جل جلاله، وإن كنا نرجو الله تعالى أن لا يحجب وجهه يوم القيامة عنا، ونسأل الله أن يقر أعيننا برؤيته جل جلاله في الجنة، فلكننا لم نره وبالتالي لا نستطيع معرفة كيفية الصفة. الأمر الثاني: لم يخبرنا بها صادق قد رآها فيقول نعم أنا رأيته، فالصفة طريقتها أو كيفيتها بالطريقة الفلانية. هذا أيضا قاعدة مهمة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. قول من يقول إن أهل السنة والجماعة يجسمون لما يقولون إن الله تعالى له يد، إن الله تعالى في السماء، إن الله عز وجل له وجه، إلى غير ذلك من الصفات الواردة، قول من قال إن هذا هو نوع من التجسيم، هذا كلام باطل. وذلك أن التجسيم هو أنك تخبر بكيفية الصفة، بكيفية الصفة، مثل ما فعل هشام الجواليقي وجموع من المبتدعة، كانوا يجسمون والصفات ويخبرون بكيفية الصفة إخبارا مفصلا. أما إذا كانت المسألة فقط إثبات للصفة كما أثبتها الله تعالى دون أن تتكلم في كيفيتها، فهذا هو المعتقد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك أعرابي ما درس ولا تعلم، أقبل يوما وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حديثه، قال: يضحك ربنا. أكمل الحديث فقال الأعرابي: يا رسول الله. قال: نعم. أعرابي جاي من البر، حتى الصحابة لم يروا اسمه في الحديث، لم يكن من المجالسين المكثرين. قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: أو يضحك ربنا؟ ربنا يضحك؟ قال: نعم. فقال هذا الأعرابي، ما قال كيف يضحك، أخبرنا بالكيفية، لا، قال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. أدام رب العالمين يضحك، يعني نحن نؤمن إذن بأنه جل جلاله سيكون حليما على عباده، رحيما بهم، رؤوفا بهم جل جلاله، لطيفا بهم سبحانه وتعالى. انظر إلى تأثير الصفة مباشرة عنده، قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، وسكت، ما قال كيف يضحك، هل له شفة، هل له كذا، هل له، ويبدأ يتكلم في كيفية الصفة، لا، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يقفون عندما يقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحركون في حدود المسموح لهم فقط، دون أن يتجاوزوا في ذلك. ثم قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك، يعني هؤلاء الذين لا يوادون أولئك، هؤلاء المؤمنون الذين صار عندهم ولاء وبراء في الله، ويحبون من أحبه الله ويبغضون من أبغضه الله، ما هو جزاؤهم؟ ما هي صفاتهم؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طيب، هذا في الدنيا، والآخرة يا ربي؟ قال: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم
المفلحون. هذه الآية ختم الله تعالى بها هذه السورة بعدما بدأ بالكلام على قصة المرأة المجادلة، ثم تكلم عن مسائل تتعلق بالمنافقين وأعداء الدين، ثم ذكر مسائل تتعلق بقوة الله تعالى وجبروته جل جلاله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إلى آخره. ذكر بعد ذلك قاعدة كيف نتعامل مع أولئك الذين ذمهم الله تعالى، لما قالوا أولئك حزب الشيطان مثلا، أو وصفهم بصفات معينة المنافقين. طيب يا ربي، أنت ذكرت لنا أقواما لهم صفات سيئة قبيحة، كيف ينبغي لنا نحن لما نتعامل مع هؤلاء، كيف ينبغي لنا أن نتعامل؟ اسمع إلى القاعدة الشرعية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. ما قال يعاملون معاملة حسنة، لا، أنت ممكن تتعامل معاملة حسنة مع كل أحد. النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي كان الذي يعني يقول عزير ابن الله، وهم من أعدى الأعداء عليه الصلاة والسلام، والذين يقولون يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، ويمرون بصنم يقولون يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إلى غير ذلك. هؤلاء اليهود مع اتصافهم بهذه الصفات الشنيعة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مريضهم، إذا مرض دعاه يهودي خياط على إهالة سنخة وخبز شعير. الإهالة السنخة طحين مخلوط بسمن، وهذا السمن قد طال مكثه في إناء حتى تغيرت رائحته، وهم في السابق ما عندهم ثلاجة يحفظ السمن فيها، فكان السمن صح التعبير خايس، يعني سيء الطعم والرائحة. وأقبل ذاك بهذا السمن وخلط بها الطعام إهالة سنخة، ومع ذلك أقبل عليه الصلاة والسلام وأكل. لذلك أنت مأمور بأن تعامل هؤلاء معاملة حسنة، تعاملهم ما في بأس من اللطف معه، التبسم معه، السواليف معه، إلى آخر ذلك، من باب تقريبه إلى الدين، إعطاء صورة طيبة عن الدين. لكن الممنوع منه هو أن يقع مودة في القلب. لذلك الله تعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. إذا المذموم هنا والمحذر منه هو وقوع المودة داخل القلب، ليس المحذر منه التبسم والتلطف، لكن أهم شيء لا يقع في قلبك هذه المودة. يعني كما أني أنا لما أرى مثلا شخصا ربما يكون صالحا تقيا نقيا، ومع ذلك تجد أني يقع في قلبي مودة له، حتى لو لم أستفد منه مالا ولا جاها ولا منصبا ولا شفع لي في دخول جامعة ولا في وظيفة، ولا لم أستفد منه أي شيء دنيوي، ومع ذلك تجد في قلبي مودة لهذا الشخص. نقول: لماذا توده، لماذا تحبه؟ تقول: والله يا أخي الرجل ما شاء الله من أهل الخير، وحافظ لكتاب الله، ومصلي، ورجل صاحب قيام ليل، وحريص على صلاة الضحى، يصوم الاثنين والخميس، فوقع في قلبي مودة حقيقية له. مثل ما قال الله تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ثم قال: وجعل بينكم إيش؟ مودة ورحمة. فالمودة تكون في القلب، مودة الرجل لزوجته، ورحمة تكون في التعامل الظاهري، التعامل معها تعامل جيد، تعامل يعني فيه احترام لها، إلى غير ذلك. فالله تعالى منع هنا من ظهور المودة كما سيأتي معنا تفصيل ذلك. بين أيدينا عدد من المسائل. المسألة الأولى قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا مثله قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذا كانوا هؤلاء أحب إليكم في قلوبكم، تحبهم أكثر مما تحب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله، طيب ما هي العقوبة؟ قال: فتربصوا، انتظروا حتى يأتيكم العلم ويأتيكم العقوبة ويأتيكم الجزاء لمثل هذا الاعتقاد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآيات تقرر مبدأ الولاء والبراء مع الكافرين، كيف ينبغي لي أني أتعامل معهم، كيف ينبغي أن أتعامل مع هذا الكافر. هل إذا كان عندي ولاء وبراء
هل هذا يقتضي مني أن مثلاً أعبس في وجهه إذا رأيته؟ هل يقتضي مني أن أخذ من ماله بغير حق؟ أن أحاول أن أغش عليه في تجارته مثلاً إذا تعاملت معه؟ أن أؤذيه في الطريق إلى غير ذلك؟ هل هذا يقتضي مني ذلك؟ مسألة الولاء والبراء الذي أنت ممنوع منه هو وقوع هذه المودة في القلب، ممنوع من وقوع هذه المودة في القلب. أما ما يقع على الظاهر من التعامل الحسن فهو الأصل، مثل ما قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما قال أن توادوهم، لا، أن تبروهم من البر، يعني من الصدقة عليه. الصدقة ليست الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة لها مصارف معروفة، إلا أن يكون أولئك من المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تعدلوا معهم وتتلطفوا معهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالكفار ينقسمون عندنا أقسام، منهم الكفار المحاربون اللي بينك وبين حرب أساساً، ومنهم الكفار المسالمون الذين ليس بينك وبين أي علاقة حرب. مثلاً لو جاءك إنسان وسألك عن كفار البرازيل، مثلاً كفار فنزويلا، كفار جزر الجاميكان، ما إلى غير ذلك، تقول أنا ما بين، صح أنه غير مسلم لكن أنا ما بيني وبينه عداوة، ما وقع بيني وبينه حرب، ما اعتدى على دياري، ما هتك أعراض أخواتي، ما قتل إخواني المسلمين، إلى غير ذلك، ما فعل لي شيئاً. إذن هذا حال من أحوال الكفار، عندك الكافر المحارب وعندك الكافر المسالم اللي بينه ما بينه وبينك عداوة ظاهرة، ما بينه وبينك شيء. منهم الكفار من يكونون كفار مستأمنون، الذي يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان، كمن يدخل في تجارة أو يدخل في مثلا عمل أو وظيفة أو نحو ذلك. منهم الكفار الذميون، وهم الذين يسكنون بين المسلمين، يفتح المسلمون ديارهم ويبقى أولئك الكفار في الديار أهل الذمة، وهم اليهود والنصارى، أعني أهل الكتاب، وألحق بهم بعض أهل العلم المجوسة، واستدلوا بحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فهؤلاء هم الذميون أهل الكتاب، اليهود والنصارى، وألحق بهم المجوس. وهناك الكفار المعاهدون، قد يكون بيننا وبينهم عهد، وقع بيننا وبينهم حرب أو نحو ذلك، لكننا انتهينا معهم على عهد، على صلح بيننا وبينهم. هؤلاء أقسام، ولكل قسم من هذه الأقسام حكم يتعلق به. إذن هذه الآية: يوادون من حاد الله ورسوله. الموادة تكون في القلب، وهي المحبة المقتضية للنصرة والتأييد. يقول أهل العلم إنه لا يجتمع في قلب واحد ودان، ود لله ورسوله وود لأعداء الله ورسوله، مثل ما قال: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حباً له؟ ما ذاك في إمكاني؟ وكذا تعادي جاهداً أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطاني؟ وفي أول الشعر يقول: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطاني؟ دلك هذا على أنه من أحبه الله أحببناه، ومن لم يحبه الله فإننا لا نحبه، ونحن نتكلم عن الود الذي يكون في القلب. ثم قال الله تعالى: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني ما دام أن هؤلاء أنت ممنوع من مودتهم، فمودة غيرهم ممن ليسوا في مثل هذه القرابة ولا تقتضي الفطرة محبتهم ولا ميلان القلب إليهم، فأنت مأمور من باب أولى بعدم موالاتهم. ثم ذكر الله تعالى جزاء الولاء والبراء، فقال سبحانه وتعالى: أولئك أولاً كتب في قلوبهم الإيمان. هذا أول جزاء
من جزاءات الولاء والبراء لمن حقق هذه المسألة، أعني حقيقة الولاء والبراء، أولاً أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أن الله تعالى قد قضى بالإيمان وقيده في قلوبهم، لأنه صار عندهم قدرة على الولاء والبراء تامة. ثم قال وأيدهم بروح منه. يقولون قال بعض أهل العلم أيدهم بروح منه أي أيدهم بجبريل، وكما جاء تسمية جبريل في آيات أخرى لما قال الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني في ليلة القدر. فقيل إنه تأييدهم بجبريل عليه السلام، وقيل إن المراد بقوله وأيدهم بروح منه هو نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده. أيدهم بروح منه نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده، نور يهديه في عند الاختلاف، يدله عند اشتباه الأمور عليه. لذلك تلاحظ بعض الناس سبحان الله يقولون فلان يا أخي الله منور قلبه، فتجد أنه أحيانا يكون عنده نوع من الاقتباس في الآيات، يفتح له فتوح لا تفتح لغيره، يفهم من الآيات فهما قد لا يدركه غيره، يكون عنده نظرة جيدة عند الاختلاف بين أهل العلم، يستطيع أن يستخرج الحديث الصحيح أو القول الراجح إلى غير ذلك. أيدهم بروح منه. قال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال الله جل وعلا أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآيات ذكر الله تعالى فيها صفة هؤلاء المؤمنين الذين أيدهم الله تعالى بأنواع من التأييد. وكما تقدم معنا الآيات التي تدل على المفاصلة بين المسلمين والكفار لا تعني كما ذكرت التوقف عن دعوتهم، التوقف عن نصحهم، محاولة جذبهم إلى الدين، إظهار الجانب المشرق من الإسلام. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، حتى كان في أثناء الحرب إذا بعث عليه الصلاة والسلام أحدا من الصحابة لأجل القتال مع الكافرين، ما كان عليه الصلاة والسلام يقول ابدأهم بالحرب والقتال، وإنما كان يقول إذا جئت ديارهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بين لهم الدين، ادعهم إلى الدين، إنهم أجابوك لذلك، وإلا فأخبرهم أن الله فرض عليهم جزية. فلم تكن المسألة منذ البداية رفعا للسيف. ومثل لما جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد في مسنده، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام جيشا إلى ديار طي في حائل في شمال المملكة، ففر عدي بن حاتم إلى الشام، فلما لبث مدة هناك وأراد أن يرجع أقبل إلى قومه في حائل في جبال طي، فقالوا ما نستطيع أن تجلس عندنا، إذا علم المسلمون بمقدمك قد يرسل الآن جيشا آخر فدبر نفسك. فما كان منه إلا أن ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ هذا الرجل كافر هربان من معركة، معادي للنبي صلى الله عليه وسلم، منع قومه في البداية من أن يأتوا ويتعرفوا على الإسلام، يعني رجل عنده عدة أسباب تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه خذوه فغلوه، ومع ذلك أول ما وصل يقول دخلت بغير كتاب ولا أمان، ما أعطاني محمد صلى الله عليه وسلم كتابا يقول أقبل إلينا وأنت آمن، ولا أحد أمنني قال أدخل وأنت في وجهي أنت في حمايتي، لا، يقول فأقبلت حتى دخلت المدينة، فجعل الناس يقولون هذا عدي بن حاتم هذا عدي بن حاتم، حتى دخلت إلى المسجد ووضعت يدي في يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرفع بصره إلي قال من؟ لأنه ما يعرف شكله، قال من؟ قال عدي بن حاتم، قال عدي بن حاتم؟ قال نعم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب سيف بسرعة أقتله، لا، قام معه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى يمشي وناقش عن الإسلام ودعاه إليه. فكان عليه الصلاة والسلام يقدم دائما مثل ذلك، قدم دعوة أولئك، التأثير فيهم. أنت الآن تستطيع أن تؤثر فيهم بأساليب متعددة، تؤثر فيهم من خلال نشر الكتب، من خلال المراسلات عبر الإنترنت، من خلال النقاش، من خلال إذا سافرت إلى ديارهم. يا أخي كثير من
من من من إخواننا وكثير من المسلمين يذهب في كثير من الأحيان إلى ديار أولئك القوم إما لدراسة أو عمل أو تجارة أو ربما سياحة، ومع ذلك لا يحمل هم الدين لما يذهب إلى هناك. إنسان ذهب إلى هناك وجلس في المستشفى ربما شهرا كاملا، ويأتي إليه الممرضون والممرضات ويأتي إليه الأطباء، وربما كان هناك ممرضة مرافقة له مثلا بجانب سريره على كرسيها تجلس الأربع ساعات والخمس ساعات، أو ممرض ولم يحدثهم يوما عن الإسلام ولم يتكلم بكلمة عن الإسلام. صحيح قد يقول يا أخي هؤلاء كفار ونحن مأمورون بعدم مودتهم، نحن ما قلنا قم واقتلهم، إنما أنت مأمور على الأقل ببيان شيء يا أخي، الهم الذي أنت تحمله، الهم الذي تحمله في قلبك لا بد أن تبينه لأولئك القوم في دعوتهم في التأثير فيهم. والقاعدة تقول إذا أنت لم تدعو تدعى، وإذا لم تغزو تغزى، فكذلك أنت إذا ما دعوتهم ربما أنهم هم يدعونك. وقد وقع هذا لنا ووقع لغيرنا، تكون أحيانا في تلك الديار فيقبل إليك بعضهم يعطيك كتابا يدعوك إلى النصرانية، وربما دعاك إلى اليهودية، وربما دعاك إلى جماعة شهود يهوة. وقد وقع لي هذا شخصيا، ووقع لغيري أيضا ممن يسافرون إلى هناك، حتى قد يقع في قلوب بعض الناس أحيانا ذلك الدين. وبلغنا أن بعض المسلمين من سافروا إلى هناك تنصر وعلق الصليب وأصبح يتعبد بعباداتهم، كل هذا لأنه أصلا لم يبدأ في دعوتهم، فبدأوا هم في دعوته إلى دينهم حتى حصل ما حصل عليه بسبب موافقته لهم على ما يقولون. هذا فيما يتعلق بهذه السورة الكريمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في كتابه والفهم لآياته، وأن يجعلنا من أهل الله تعالى الذين هم أهل القرآن. ولعلنا نكمل إن شاء الله ما تبقى في الدروس القادمة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.